السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الغاليين، طلاب الصف الأول الثانوي. فيديو جديد على قناة مستر محمد ديب، بنكمل فيه مع بعض حل المذكرة بتاعتنا اللي فيها شغل جامد قوي. منهج معمول بطريقة جميلة جدا، وتدريبات وفوكاب وجرامر. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض الجرامر بتاع بارت 2 في يونت 1، ذا باست كونتينوس، الماضي المستمر. ما تنساش يا بطل تشير الفيديو لكل زمايلك، تكتب لنا في التعليقات لو بتاخد معانا في سنتر تكتب لنا اسم السنتر، ولو بتاخد بتتابعنا من المحافظات اكتب اسم المحافظة اللي انت منها. النهاردة هنحل على حاجة اسمها ذا باست كونتينوس، الماضي المستمر. درس لذيذ وسهل، وزوير والفيرب اي ان جي، قاعدة وايل وين. طبعا خلي بالك مش ده شرح، شرح يا باشا اكتب انت باست كونتينوس كده على اليوتيوب، اكتب جنبه محمد ديب هيطلع لك الفيديو، اتفرج عليه يا باشا بالراحه، وبعد كده ارجع استفاد مننا مع الحل. يلا يا باشا نسمي الله كده. احمد زكار وزهد، عربيه احمد اتخبطت. يا نهار ابيض، اتخبطت بمين؟ بسواق اللي هو كان سايق، كان سايق بسرعه مجنونه. فكلمه يا جماعه كان سايق دي ماضي مستمر، ما سواء ده كان ووز درايفنج، كان سايق بسرعه مجنون. اي ريد، هنا قريت مجله. ان ذا ويتنج روم يسترداي او بيكوز ماي ابوينتمنت، انا قريت مجله في غرفه الانتظار لاني ميعادي اتاخر. هو جاب لك ووز، فالميعاد اتاخر ده مش هو اللي اخر نفسه. الجمله دي بس في مبني المجهول، يعني الميعاد يا جماعه، ولما اجيب ووز مبني المجهول اجيب بعدها بينج واجيب تصريف ثالث، ووز بينج ديليد ليتر بي. كنت بتعمل ايه عندما اي فوند يو؟ يبقى هنا ماضي بسيط، يبقى انا عايز هنا ماضي مستمر، بس هي السؤال بعكس، وات وير يو دوينج، كنت بتعمل ايه؟ طيب يلا باشا نكمل. يسترداي ايفنينج، امبارح بالليل، دي كده كلمه داله لان هو جاب يسترداي وجاب معاها ايفنينج. امبارح بالليل عيلتي كانت بتتفرج على فيلم مع بعض، كانوا بيتفرجوا، وير واتشنج ماضي مستمر. ات 5 يسترداي، الساعه 5 امبارح، حدد لي ميعاد معين. ادام جاب ساعه محدده مع يسترداي يبقى ماضي مستمر. الساعه 5 امبارح كنت مسافر اسوان، يبقى اي ووز ترافلينج، وصلت بعد ساعتين، بس الساعه 5 انا كنت مسافر. This time نفس هذا الوقت، last night ماضي مستمر، I was going الأولى. كنت بتعمل ايه yesterday from 4 to 6، من 4 ل 6 كنت بتعمل ايه، ماضي مستمر، صيغة سؤال، what were you doing. I TV، أنا كنت بتفرج على التلفزيون، فجأة اللايت went off، النور قطع، يبقى أنا I was watching، كنت بتفرج. درس سهل وجميل مفيش أي حاجة. When I was digging، عندما، وين يا جماعه ممكن نسوي وايل، اهي جاي بعدها ماضي مستمر. وانا بحفر في الحديقه وجدت، ماضي مستمر، ماضي بسيط، فايند فاوند، ماضي بسيط. وايل بينما، عايزه هنا ماضي مستمر، والناحيه الثانيه ادي ماضي بسيط. وانا بتفرج، وايل اي ووز واتشنج، ماضي مستمر. وين اي ووز درايفنج تو اليكس، وانا سايق الاسكندريه، خلي بالك بقى، وانا سايق كنت بسمع موسيقى او كنت بسمع اخبار. لا ده كده الحدثين مستمرين في نفس الوقت، وانا سايق كنت بسمع، I was listening. while من غير فاعل، عايزه فيرب بلس اي ان جي. بينما انا كنت رايح على البيت التاكس، بس هنا الفاعل مختلف، يعني انا كنت رايح على البيت التاكس اتحول، فما ينفعش اجيب اي ان جي على طول، فاضطر الوايل I was going اللي هي ليتر بي. while is base for the exam، while هنا جايه من غير فاعل، وانا براجع في الامتحان ماي روم ميت زميلي في الفصل كان بيتفرج، برضو الفاعل مختلف. ما يا جماعه ده ما الفاعل مختلف، ما ينفعش اجيب اي ان جي. وايل اي ووز ريفايزنج، وايل بينما احنا، بص بقى الفاعل واحد هنا، بينما احنا بنستنى القطر، احنا كنا بنلعب جيم، يعني ممكن اجيب وايل وي وير ويتنج، وايل ويتنج صح. اشمعنى بقى المره دي الاي ان جي ينفع؟ عشان فاعل واحد، يبقى اختار ايه وبي. seeing ing on seeing on seeing، لما شفت السنيك I shouted. I my relatives that's why I couldn't meet you، أنا كنت بزور أقاربي، أنا كنت بزور أقاربي عشان كده أنا ما قدرتش أقابلك. I was visiting ماضي مستمر، أنا كنت بزور أقاربي، I was visiting. my mom couldn't entertain the guests، والدتي ما قدرتش ترحب في الماضي. طب ليه بقى؟ اصل هي كانت بتطبخ، شي ووز كوكينج، كانت بتطبخ العشاء. سبيس اون هوليدي، هوليدي ده ناون، بس للاسف هو جاب هنا قبليه حرف جر،
فالناون لما بيجيب حرف وايل واي عارف، لو ناون بس اقول ديورينج، ان معاه حرف جر يبقى واي. سبيس بريبيرينج لانش ماي مام دروبد، بينما جاي بعدها اي ان جي، بينما وايل وايل بريبيرينج لانش بينما بتحضر في الغداء وقعت الطبق. سبيس ذا سمر ده ناون يبقى ديورينج ذا سمر. طب سبيس اون ذا سمر في حرف جر يبقى وايل اون ذا سمر. يبقى دلوقتي يا جماعه ماشيين صح كده وماشيين يا ابني كويس. طيب يلا بينا يا باشا. ذا مينسترز سبيتش اثناء خطبه الوزير في صحفي قطعه يبقى ده ديورينج. listening session دي معناها جلسات الاستماع يبقى ديورينج، اثناء جلسات الاستماع. working hour ساعات العمل يبقى ديورينج، يبقى ده كده بياخد ديورينج. وايل وي هنا يا جماعه وايل عايزه ماضي مستمر، بس فيرب تو بي ما بيجيش مستمر يبقى وايل وي وير، بينما كنا في اجازه لعبنا كوره. وايل اي بينما انا كنت عيان، وايل اي ووز ماي ريلاتيف فيزيت مي. وي احنا فضلنا نروح اسكندريه الصيف اللي فات، كلمه بريفير ما بيجيش مستمر يبقى بريفيرد. حنين ارايفد وايل وي بعد وايل عايزين ماضي مستمر، بينما احنا بنتناول هنا هاف جاب معنى يتناول، وير هافينج صح. ماجدز جرام ماذر كلمه سيم يبدو ما بتجيش مستمر يبقى سيم ده. وايل بينما انا كنت في البيت، امان نقد وايل اي ووز فيرب تو بي ما بيجيش مستمر. شي ذا سوب هي كانت بتدوق الشوربه، لما يجي معنى هي بتدوق الشوربه يجي مستمر عادي يبقى شي ووز تيستنج عادي او تيستد، وهي بتدوق يا جماعه الشوربه، وهي بتدوق الشوربه. ايه اللي حصل يا شباب لما هي كانت بتدوق؟ وايل شي ذا سوب او شي تيست ذا سوب وايل ذا شيف ووز ادينج سامسون. لا هي ضاقت بقى، ها هي الشوربه بينما الشيف. والله ينفع اجابتين، بص والله جمله في اللخبطه يعني، ممكن هي ضاقتها وهي كانت بتدوقها وهو بيحط الملح، هي ممكن هو حط الملح في ضاقتها او كانت بتدوق يعني، ممكن الجمله ينفع بي وسي. ان ايرث كويك في زلزال ضرب اندونيسيا اير اجو، هنا اجو دي ماضي يبقى هيت، الفيرب هيت يا جماعه. طب ما فيش اس بقى عشان ماضي. لما كان عندي 10 سنين اي سبيس بروجرام شفت برنامج عن دكتور مصري مشهور اي سو عشان ماضي. دكتور زويل هو اللي اكتشف الفيمتو سكند، هو اللي ديسكفر ذا فيمتو سكند. الرومان جمل بريطانيا يبقى 54 بي سي قبل الميلاد يبقى كيم ماضي. امبارح قابلت صديقي ماضي وذهبنا شوبينج وبعد كده هاد، افعال متلاحقه. بص ماضي ماضي ماضي. ليه مليونز اوف بيبل جو ده مصدر؟ طيب يا جماعه هنا عايز هنا ديد والمصدر عشان ده في القرن 19 يبقى ديد. ذا دينتست دكتور اسنان خلع السنه، ذا اذر دي دي زي يستر دي كده يبقى توك. ان ذوز دايز في تلك الايام ماضي، وي فيزيتد ماضي. هاو لونج اجو دي ماضي، طب اكتف ولا بس؟ هنا في المصدر اهو يبقى ديد والمصدر يبقى ديد. طه حسين كتب القصه الجميله اسمها الايام يبقى روت. من 2005 ل 2010 اي نوت ان سوهاج اي ليفد، عشت بقى في الماضي. سبيس ذا فيلم ده ناون، حنين في الاسليب يبقى ديورنج ذا فيلم، اثناء الفيلم حنين نامت. سبيس واتشنج ذا فيلم، هنا اي ان جي يبقى وايل، ما ينفعش اون، اون يعني عندما موقف واحد، انما وهي بتتفرج يبقى وايل راحت نامت. هي بلاينج جاي بعدها اي ان جي، يوز تو عايز مصدر. ووز يوز تو عايز اي ان جي، is used twice ing جي ده عايزه مصدر، بس الجمله مضارع ولا ماضي؟ was ماضي يبقى was used to. space he was a student عندما كان تلميذ، he was writing يبقى while بينما. I borrowed استلفت كده my brother's watch while my بينما ساعتي كانت بتتصلح، انا استلفت في الماضي بينما ساعتي was being repaired ماضي مستمر مبني مجهول. عربية احمد اتخبطت بسواق كان سايق، was driving ماضي مستمر. This car العربية دي is based to me 3 years ago يبقى belonged اهي. belonged belonged ماضي بسيط. لما انا كنت صغير I know at swimming to playing tennis، انا كنت بفضل زمان وانا صغير، بريفير ما بتجيش يبقى بريفيرد. I didn't answer the phone ما ردتش على التليفون لان انا كنت بصلي، I was praying كنت بصلي. while over Cairo، while over Cairo the pyramids looked great،
هنا هل وايل تنفع تاخد اي ان جي؟ هي بتنفع هنا يا جماعه من غير فاعل تاخد اي ان جي، بس يكون الفاعل واحد في الناحيتين. بينما انا كنت مسافر في القاهره الاهرامات تبدو، يبقى ما ينفعش اجيب اي ان جي، بقى يوز ترافلينج. ايوز ترافلينج. وير لاست نايت، انت كنت فين امبارح بالليل؟ وير وير يو، وير وير يو، كنت فين امبارح بالليل؟ فيرب تو بي يا جماعه، لما بيجي سؤال حط وو سوير عادي. اي لاست دي عايزه ماضي، اخر مره اكلت سمك ايت. اتس 5 ييرز، في حاجه اسمها في الانجليش اتس الفتره، سينس ماضي بسيط. لو انت شاطر بقى اتس الفتره سينس اي ميت. اف ماضي بسيط وضو المصدر، يبقى اف اي ستاديد. ماي فاذر سموكس ليس ذان هي، بقى يدخن اقل مكان هو يوزد تو متعود. ماي فاذر كان الاول متعود سموك، طب دلوقتي هي قلنا هي دازنت، لان هو كان زمان بيدخن دلوقتي دازنت. سبيس باريس، ما ينفعش اقول بقى يا جماعه وايل ان باريس، لازم اجيب حرف جر بينما في باريس، لان وايل هنا عايز حرف جر بعديها، مفيش ديورنج ان. وين هي ريلايز، لما هو ادرك ان انا اي سبيس هيم هيسترن، ده لما هو ادرك ان انا اي ووز لوكينج ات هيم، لما شاف ان انا ببص له قتل. اثناء الحفله شي نوت لايك ذا كوين، شي لوكد لايك، تبدو. You drove right past me، انت عديت جنبي كده. When I knocked for the bus was waiting، لما كنت مستنى. Once we in our luggage and went through the departure، بمجرد بس ما احنا checked، فحصنا الشنط واحنا ذهبنا على طول لقسم او قسم الوضع. في عندي يا جماعة general exercises، تمرينات عامة كده على الجزئين. These great monuments، هذه الآثار العظيمة تكون مميزة جدا. They are found in Egypt، هم يا جماعة طبعا unique يعني فريدة من نوعها. The idea، الفكرة of has appeared to help the environment because ordinary tourists have caused some damage، الفكرة بتاعت ايه ظهرت عشان نساعد البيئة، لان السياحة العادية بتدمر البيئة، يبقى الايكو توريزم السياحة البيئية. بعض السياح راحوا في لونج ايه خلال الريف، يبقى راحوا في حاجه اسمها تريك، جوله على الاقدام. التايجر يعتبر حيوان ايه؟ ممكن ينقرضوا حالا، يبقى هم اندنجر، معرضين للخطر. في النهايه وصلت ماي ديستنيشن، الجهه الموصول، الجهه المقصوده، بعد ساعتين. طيب تشيلدرن سكول، تشيلدرن او ايجيبشن، الاطفال في مصر يا جماعه بتوع المدرسه دول بيدرسوا الكلايمت تشينج، التغير المناخي، اند نوع ديفلوبمنت. طيب هم بيدرسوا التغير المناخي والتنميه الدائمه، الدائمة sustainable دائمة. The space work is that which you do willingly and without taking money، حاجة بتعملها برغبتك كده بدون فلوس، يبقى حاجة اسمها أنا عمل تطوعي. أنا عايز هنا يا شباب كلمة عمل تطوعي، هنا مش متطوع، voluntary work، العمل تطوعي صفة. It was obvious، واضح جدا إن هي كسرت تو صبيحة، عشان بدل إن هو سيو الأب يتورم على طول. إحنا في النهاية moved to، عزلنا لشقة تانية. يبقى يا جماعة يبقى نظر apartment، شقة أخرى. إحنا عايزين يا جماعة ليه نظر واحدة تانية نظر. طيب I encourage my student to interact with one، أنا شجعت طلابي إن هم يعني يتفاعلوا with one in class، يبقى one مع بعض الشباب. أنا طلبت منهم يا ابني إن هم يتفاعلوا مع one other، وان انظر مع واحد مع التاني. قلت لهم حاولوا تفعلوا انتوا وانا نظر مع واحد مع التاني. الراجل ويتنج مستني اون ذا اذر سايد، الجانب الاخر اوف ذا ستريت، ذا اذر سايد. ذي ويل ذن هاف مور ماني تو سبيند اون اذر ثينجز، الاشياء الاخرى. ذا سيف مي اوف، هنا يا جماعه جاب شخص، يبقى روبد مي اوف، احنا قلنا لما بجيب شخص بجيب روبد، الشخص والاماكن روبد، الاشياء. She looks because she has no friends or people to talk. هي شكلها كده يا جماعة ايه؟ ما هاش حد تتكلم معاه، يعني البنت شكلها كده يا شباب لولي وحيدة. We must be able into recycling more of their rubbish. احنا لازم يا جماعة ان احنا نعمل ايه في الناس؟ نخليهم يعيدوا تصنيع حاجات اكتر من يرموها من الزبالة بتاعتهم. يبقى احنا عايزين يا شباب ان احنا educate، نعلم الناس. Having your destination، طبعا انت وصلت، يبقى ريتشد. كلمة يا جماعة ريتشد يعني يصل، ريتشد عشان هي ما فيش جاي بعدها حرف جر، يبقى ريتشد. ذا سيف، الحرامي سرق كل شيء in my house،
موبايل لابتوب، يبقى يا جماعة including متضمنا أو مشتملا including. It not me 3 hours to complete، يبقى it takes me. طيب women النساء وchildren from the windows of the surrounding tenements. النساء في حاجة اسمها lean يميل. The deal will put the company in an odd position to export to go to Eastern Europe. هيحطها يا جماعة في يونيك بوزيشن، يعني حاجة مميزة جدا. الجزيرة نادرا طبعا accessible to boats on account of reefs that surround it. طيب يا جماعة احنا عندنا في حاجة اسمها الكورال ريفز. يعني يا شباب الكورال ريفز يعني الشعب المرجانية. الكورال ريفز يا جماعة الشعب المرجانية. كوستا ريكا ناشونال باركس هاف ميد ات سنتر فور، خليتها يا جماعه مركز للايكو توريزم، السياحه البيئيه. الايكو توريزم يعني السياحه البيئيه. ذي ار انيمالز حيوانات، وي ماست دو اور بيست تو بروتيك، هم اندينجر معرضين للخطر بسرعه. وي اونلي هاف ان وات سبلاي اوف ذيس تي في ان ذا ستوك، ليميتد محدود. Every items كل بند والسيل is made out of the recycled، كل بند يا جماعه احنا بنبيعه مصنوع من الريسايكلد اي ماتيريال، مواد معاد تصنيعها. السفر بالقطر has always been associated with romance and، دايما السفر بالقطر مرتبط بالرومانس and adventure المغامره. If you feel lonely and without friends، يبقى انت isolated معزول. البروجكتس مشروعات which have an on the environment should be مينيمال، المشروعات يا جماعه اللي هي ليها ايه على البيئه، ليها يا جماعه امباكت تاثير، كلمه امباكت يعني تاثير. السيفنج اند بروتكتنج هيستوريكال اوبجكت اند وركس اوف ارت ساتش از بينتينج سكلبتشر اور بيلدينج، عمليه حمايه الاوبجكت الاشياء التاريخيه اللي هي الكونسرفيشن. از ذا اكت اوف وركينج توجذر تو بروديوس ا بيس اوف ورك سبيشالي ا بوك اور سام ريسيرش، العمل مع بعض عشان ننتج بيس اوف ورك، خاصة كتاب او كده. في حاجة اسمها كولابوريشن اللي احنا بنسميه تعاون، كولابوريشن يعني تعاون. سبيس ان ذا فيلم، هنا في ان حرف جر محمود في الاسليب، يبقى وايل ان ذا فيلم. هي بلاي فوتبول، هي واز فوند اوف فوتبول، هنا جاي المصدر، يبقى هو يوزد تو اعتدأ. سبيس ات سكول وين ذا فاير ستارتد، هل انت كنت، وير يو ات سكول، وير يو. When you space me I was busy. When you phoned me I had to take a taxi because my car، عربيتي مالها، was being mended، يعني بتتصلح. What would happen if you throw space، يبقى if you traveled، ماضي. While عايزين هنا بينما احنا كنا، verb to be ما بيجيش مستمر. Where انا مش ينفع قبلك لان انا كنت براجع، I was revising for my final exam. When my daughter was kid، لما كانت طفلة صغيرة، she knocked her brother with a wooden spoon during، يعني يا جماعة هي ضربته في الماضي. من 2005 ل 2008 my aunt stayed their holidays in Hurghada last summer، يبقى spent. We went to Hyde Park and then we relaxed. Cleaning the window the longest action yesterday. وطبعا cleaning تنظيف الشبابيك، ووز هو مكان على التنظيف. كان United Nations is based in 1945 after the end. مؤسسة دي جماعة ووز founded لانها اتأسست. What when I called you what were you doing، كنت بتعمل ايه لما اتصلت بك. I felt pain in my stomach، حسيت بألم في معدتي. While dinner while I was having dinner، وينفع while having، يبقى ينفع A و B فعل واحد. Nancy was listening to music while she her lesson while she was studying، حدثين مستمرين في نفس الوقت. أنا ما سمعش التليفون لأن أنا كنت نايم، I was sleeping. He usually noise in class when he was a student، هو كان دايما يعني ميت بيعمل دوش لما كان طالب عادة في الماضي. My brother was leaning out of the balcony when Eddie went، وجاي بعدها ماضي، قبلها ماضي مستمر، يبقى when he dropped ماضي بسيط. My uncle is a shop assistant for 10 years only. He is now worker in a factory. هو worked اشتغل. I enjoyed seeing the view of the Nile while the plane. طبعا يا جماعة عندي هنا I enjoyed ماضي، يبقى was landing، كانت بتهبط. يبقى عندي يا جماعة past continuous was landing، كانت بتهبط.
When I went to the workshop, the mechanic not my car can was repairing. Just as I was going to school, I saw policemen. I met a lot of my old friends, is based my cousin's wedding, but during أثناء عشان جاي بعدها now. ده هنا الشباب طبعا الترانزليشن الترجمة ده التدريبات الموجودة في المذكرة ده كده يبقى احنا كده المذكرة كلها طبعا الترانزليشن الترجمة دي سهلة مفيش حاجة دي يعني نظام الترجمة الاختياري ايجيبت اتراكتس تجذب مصر ملايين من السياح كل عام بيجوا عشان يستمتعوا بالعجائب القديمة كل عام تجذب مصر ملايين السائحين الذين يأتون للاستفسار للإصابة للاستغناء للاستمتاع يبقى دي صح بص عشان كلمة واحدة بس يعني during the holidays أثناء الأجازات عيلتي وأنا بنحب نسافر لبلاد مختلفة ونجرب ثقافات جديدة خلال العطلات أو الأجازات الاحتفالات لا العطلات والأجازات تفضل أسرتي وأنا تحب أسرتي وأنا الذهاب إلى الشاطئ البقاء في المنزل الذهاب إلى الشاطئ لا هي الرقم واحد إيكو توريزم السياحة البيئية is a form of tourism that respects the natural environment and the local communities. السياحة البيئية هي شكل من أشكال السياحة التي تحترم البيئة natural الطبيعية دي الصناعية لا الصناعية لا طبيعية والمجتمعات اللوكال المحلية يبقى العالمية لا يبقى رقم واحد pollution is an introduction of harmful substances التلوث هو إدخال مواد أو منتجات harmful ضارة يبقى نافعة دي غلط نافعة غلط في البيئة والتي يمكن أن تؤثر نيجاتيف سلبيا يبقى إيجابيا دي غلط يبقى دي اللي صح يمكن للسياح الاستمتاع بالشاطئ تورستس السياح دي تورستس الإرهابيين سياح تورست كان جوي ذا ساندي بيتشز يبقى رقم سي هي اللي صح السياحة البيئية إيكو توريزم is a type of tourism terrorism إرهاب that aims to protest لا project لا protect هي دي صح المدونات هي وسيلة شعبية للتعبير البلوجز يا جماعة هي are popular way to express experience لا express opinions and participate مش ديكوريت يبقى رقم بي هي اللي صح يجب على الناس قضاء العطلات في الاماكن التي توفر لهم الراحة والترفيه والتعليم people like to spend holidays طبعا to be spent غلط to spend holidays in places faces لا that provide them with مش support يبقى comfort الراحة يبقى رقم ايه اللي صح ده كده يا شباب كل الحاجات دي موجودة عندنا ده خاص بالوظيفة يبقى احنا كده حلينا كل المذكرة يا رب يا جماعة تكونوا استفدتم الفيديو ده ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته